ورجعنا لكم تاني حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الطماطم بتاعتنا اهي شربت الميه بتاعتها وبقت تمام. هنحط كده الفول بتاعنا. بسم الله نحط الفول بتاعنا اهو. وكده اكلتنا التانيه غدانا خلصت. حبه فول رائع 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 عظمه اهم. هنسيبوهم بقى يتشربوا كده مع بعض وياخدوا ويدوا. ودي كان غدانا النهارده الفول والعجه. اكل بسيط للناس اللي خلاص ملت من الاكل مش عارفه تاكل ايه. فده كان ابسط غدا للناس برضو على قد الايد ومتناول الايد. الناس كلها تعمل كده. هنسيبوه بقى يتشرب كده. وكده كانت النهارده اكلتنا بسيطه جدا وسهله. اشوفكم في رعايه الله وامنه. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.